الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخ من المعترضين علي يقول: هناك كهنوت ديني من الصوفية ومن الوهابية، الجميع مدعوم، هناك مشايخ الصوفية وأنت تعرفهم، الدخول على الملوك أسهل من الدخول عليهم. طبعا أنت تعرفهم جيدا. بالصراحة أنا أرى أن عوام المسلمين هم الخاسر الأكبر من هكذا حرب بين الفريقين. العوام بالكاد يعرفون كيفية الصلاة، هذا إذا كانوا يصلون. أنتم تدخلون العوام في جوانب عقدية فلسفية هم لا يفهمونها، الفريقين طبعا، وهذا يفسد دين العوام. إلى متى يا أخي؟ إلى متى نجد هذا الصنف من الناس الذي لا يراعي اختصاصا، ولا يعرف قيمة العلم، ولا يحرر الكلام على وجهه، وعنده في عقله قواعد أخذها من فلان الفلاني من مدرسة المنار، ولا بد أن يطبقها علينا بالقوة. يرى أن كلام أهل السنة والجماعة في الوهابية هذا يؤدي إلى تفريق الصف وعدم جمع كلمة المسلمين، ويؤدي إلى الضلال وإلى الفتنة وكذا وكذا، وبقيت هذه القضية معششة في رأسه وهو يفرضها علينا صباح مساء. نعود إلى كلامك كلمة واحدة لنبين أنه كلام فاسد. أولا، هناك كهنوت ديني من الصوفية ومن الوهابية. أنت تعي كلام، ما هو الكهنوت؟ الكهنوت هي سلطة إلهية للبابا موجودة في الكنيسة، يستطيع أن يغفر لك الذنوب غفران تام، ويستطيع أن يعطيك صكا للغفران تدخل به الجنة. فعلت الكنيسة شيء اسمه صكوك الغفران. هل هذا موجود عند الصوفية أو عند الوهابية؟ لا أبدا. أرني هذا الشيخ الصوفي الذي يعطيك صكا بالجنة، أرني إياه حتى نذهب معا إليه، لا يوجد. أو يستطيع أن يغفر لك الذنوب من عنده، أو له سلطة إلهية يحل أو يحرم كما في الكنيسة، غير صحيح. فلماذا تجازفون بإطلاق العبارات؟ الجميع مدعوم مغالطة كبيرة جدا، لأنه يعلم تماما أن التصوف العلمي الصحيح محارب بشكل منهجي من الاستعمار ومن المستشرقين ومن المستغربين ومن الوهابية، وهم أداتهم التي تنفذ هذا الأمر. طيب لماذا لا تفرق بين الصوفية وبين أدعياء التصوف؟ لا يريد، خلاص اسمه صوفية انتهى الأمر. ما الحل؟ الحل أن أنتسب إلى جماعته هو، إذا انتسبت إلى جماعته عند ذلك سأكون ناجيا. ليس الأمر كذلك. هناك مشايخ صوفية أنت تعرفهم، الدخول على الملوك صحيح، أعرف هذا الشيء. ومن قال لك أن هذا حق وأن هذا هو الصواب المبين؟ من قال لك هذا؟ وأنا أيضا أعرف شيوخا صوفية وهم الذين نتبعهم ونسير خلفهم، نتصل به هو يرد على الهاتف، وندخل في بيته ويفتح الباب، هذا رأيته بعيني، من لم يخبرني بذلك أحد، ويقدم لك الطعام الشيخ سيدنا الشيخ رضي الله عنه. حدث شيوخنا كلهم كذلك، ما في عندهم هذا التكلف أبدا أبدا. فلماذا تعمم؟ لماذا تأخذ الصورة السلبية الموجودة عند بعض الناس لظروف خاصة؟ لظروف خاصة، ربما هذه الحراسة الشديدة بسبب عدم الأمن، الوهابية منتشرون في كل مكان، وحوادث الاغتيال كثيرة جدا، ربما بسبب هذا أغلقوا الباب. عوام المسلمين هم الخاسر الأكبر من هكذا حرب بين الفريقين. والحل، ما رأيك أنت؟ حينما نرى الوهابية نراهم قد دمروا الفقه بشكل منهجي، وحاربوا عقيدة المسلمين، وكفروا ما بين السماء والأرض. أنت ترى يعني أن نسكت كالنعامة ونضع رأسنا في التراب؟ هل هذا هو الحل عندك؟ أرني الحل، ما هو؟ أو كما تفعلون أنتم، إذا وهابي صار يشتم أهل السنة تصفقون له في الخفاء، وإذا واحد منا بين فساد معتقد الوهابية أعلنتم عليه الحرب. يا أخي اتقوا الله سبحانه وتعالى، سيبونا بحالنا، اتركونا في حالنا، نحن نعلم قواعد العلم الذي ندرسه. يا أخي هكذا كان العلماء يدرسون، من شيوخنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة.
ابن عباس يناظر الخوارج ويجلس معهم ويعرض نفسه للخطر، ويرجع منهم 4000 ينخزلون عن الجيش ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. لو كان ابن عباس على طريقتهم قال واحد تلجى كلمة، تعال واحد كلمة المسلمين، ما في فرق بين وهابي وبين خارجي وبين صوفي وبين أشعري وبين كذا. وأبو حنيفة ناظر أهل البدع، والأئمة كلهم كانوا يردون عليهم ويناظرون. فأنت الآن تطالبني بماذا؟ أن أسكت من أجل وحدة الكلمة. طيب سكتنا وسكت كثير من الناس تقليدا لكم، هل اتحدت الكلمة؟ كان عندي زمان وهابية تحارب الصوفية، الآن عندي 50 فرقة وهابية تحارب الصوفية وغير الصوفية. يا بابا أنا لا أدافع عن جهلة الصوفية الذين في عقلك، أنا أدافع عن علم التصوف الذي ينكر ويعد علما هندوسيا أو بوذيا من قبل أناس يدعون الإسلام، وهذا غير صحيح، مخالف للواقع. العوام بالكاد يعرفون كيف الصلاة، وأنت تعرف الصلاة حضرتك، يعني أنت تعرف أحكام الصلاة؟ طيب نحن ندرس الصلاة، عد إلى دروسنا، عد إلى نور الإيضاح، شرحنا أحكام الصلاة بالتفصيل. أرني ماذا فعلت في تعليم العوام الصلاة؟ هذا نعلم الصلاة، نعلم العقيدة، نعلم كل أحكام الدين. أنتم تدخلون العوام في جوانب عقدية فلسفية هم لا يفهمونها، تفلسف هذا، هذا يتفلسف. أرني الآن، طيب ما هل يعني أنا صفحتي للعوام الذي يتابعني هم عوام؟ طلاب علم أزهريون، كثير منهم أساتذة في الجامعات. كلامي ليس العوام، الشبهة الوهابية أنفق فيها مليارات الدولارات، وشبهات بسيطة حلها بسيط ولكن الناس لا ينتبهون، نحن قرأنا فيها آلاف الصفحات من أجل أن نبين للناس الحقيقة. تدخلون العوام في جوانب عقدية فلسفية، كل من كان عاميا فليخرج من صفحاتنا بناء على كلام أخينا هذا الأخ. العوام الذين عندنا محبون وصالحون ويريد أن يصحح عقيدته ويسمع من الوهابية أن الله له أيدي وأرجل حقيقية، ماذا نفعل؟ هذا مجسم الأخ هذا، هل نبقيه كذلك؟ ها ماذا نفعل له؟ التفويض رفضه الوهابية، نكل أمرها إلى الله والله أعلم بمراده والمعنى الظاهر غير متبادر، رفضه الوهابية، ماذا نفعل؟ لذلك اتقوا الله سبحانه وتعالى ودعونا نعمل في صنعتنا، هذه صنعة العلماء. اقرأ كتب الإمام الكوثري كبير علماء العصر، أكبر عالم في القرن الماضي، شيخ الإسلام الكوثري، هذه القضايا الجزئية. اقرأ كتب من؟ الفخر الرازي مجدد القرن السادس، الإمام الغزالي حجة الإسلام الغزالي، اقرأ هذا الإمام العظيم المجدد. فلذلك يا أخي إدخال العوام في جوانب فلسفية، لما خطبوا بها على المنابر وصاروا يوزعون كتب توزع مجانا، أنت حضرتك تطلب منا أن نبقى ساكتين، هذا الخطاب الخشبي التقليدي الذي جاء به الحركيون، ألقه بعيدا، ثبت فشله. ونحن لا نأخذ قواعد ديننا من فلان وفلان الحركيين، نأخذها من علماء الإسلام العظام. إذا يفسد دين العوام بالبسطاء، تفضل حضرتك صلح للعوام دينهم. نحن الآن ننزح تخلية الفساد الذي في عقول الناس، صار الواحد منهم يعبد الله تعالى، وكثير صرح لي بهذا حينما أتوجه إلى الله بعبادة، أتوقع رب كبير جدا يجلس على كرسي يعبد صنم هذا الأخ، وهو يظن نفسه يعبد الله رب العالمين. نحن نصحح للناس اعتقادهم، فاتقوا الله ودعونا في حالنا يا معشر الحركيين، لأنكم تبحثون عن أصوات في البرلمان، لا تبحثون عن دين الله الحق، تبحثون عن الكرسي، هذا حق، وأنتم ترون أنه لا يمكن لكم ذلك إلا بأن تجمعوا الناس على طريقتهم وهذا على طريقتكم، وهذا لا يكون أبدا. نحن نعلم الناس الدين ليس على أوامر فلان وعلان من مؤسسي الحركة التي عندكم. نحن عندنا أبو حامد الغزالي، وعندنا الفخر الرازي، وعندنا أبو المعين النسفي، وعندنا الإمام الطحاوي، وعندنا أبو منصور الماتريدي، وعندنا أبو البركات النسفي، وعندنا كل واحد جبل من جبال العلم، لسنا بحاجة إلى واحد صحفي يعلمنا أحكام ديننا على طريقة رشيد رضا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.